حتى قال عبدي يقولون حمدك واسترجع يا رب، فيقول الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. قل الحمد لله، قل الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعل لنا لسانا ذاكرا، قلبا خاشعا، جسدا على البلاء صابرا. هذا والله لا أجد كلاما أقوله في حق هذا. إن شئت فقل عليه شاب، وإن شئت فقل عليه رجل. مات في أفضل الأيام، أيام رمضان، أيام العتق من النيران، أيام فيها الأجر مضاعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعله من شباب أهل الجنة، وأن يزوجه من الحور العين، وأن ينزل الصبر والسكينة على أبيه، على أمه، على أقاربه يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في البقيع وكان يمر بين أهل المقابر، فوجد امرأة تحمل التراب على رأسها تبكي على ابنها، تبكي على ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمهلي يا أمه، اصبري يا أمه. فقالت: إليك عني. لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعلم أنه خير خلق الله على الإطلاق، ألا وهو محمد بن عبد الله. أتى إليها أحد الصحابة، النبي مشى غاضبا مسرعا، فقيل لها: ماذا قلت لهذا الرجل؟ قالت: إنه يقول لي يا إمام كذا وكذا وكذا. فقال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت المرأة مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ألحقت به، وقالت: عذرا يا رسول الله، إني أعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري يا أمه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لابد أن نصبر، ولا بد أن نحتسب، ولا بد أن ننتظر الجزاء من رب الجزاء. اسمع بعد أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال في كتابه: ولنبلونكم. لابد أن يكون هناك شيء من الاختبار، ولا بد أن تصبر مهما أحلت بك مصيبة أو بلاء، فلا تجزع ولا تهلع، وإنما اضرب عليها بمسمار يسمى بمسمار الرضا، فقل الحمد لله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا بد أن تعلم أنك لله عبد يا شاب، يا من لا تدخل المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان. هذا خير نموذج. طالب علم هو في ذمة الله، نحتسبه من الشهداء. كل من عرفه تكلم في حقه وقال في حقه خير الكلام، ولكن هذه هي سنة الحياة. ولنبلونكم وبشر الصابرين. كل شيء هالك إلا وجهه. قل: يتوفاكم ملك الموت. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يمن كتابه، وأن يهون حسابه، وأن يجعل هذه الأيام خير أيام عليه يا رب العالمين. اجعله يا ربنا من الذين ينتظر أبيه أمه على باب الجنان. أبدله دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك يا رب العالمين. هذا هو الموت يا شاب، هذا هو هادم اللذات الذي لا يفرق بين صغير وكبير وبين وزير وغفير. اسمع ماذا قال النبي في هذه الموتى، موت الفجأة. موت الفجأة. كان منذ سويعات يعيش مع أبيه مع أمه، يأكل ويشرب ويلعب مع أصدقائه وغير ذلك. في لحظة، في تكة، ذهب إلى لقاء ربه. فماذا قال النبي؟ استعاذ من هذه الموتى، موت الفجأة. قال النبي: إذا كسر الموت الفجأة فانتظروا الساعة. كل يوم شباب، كل يوم فتيات، كلهم في ريعان شبابهم. ما السبب؟ فلا بد أن نرجع إلى الله جل وعلا، ولا
نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نستفيق. كنا بالأمس في هذه الأيام نقول أهلا رمضان شهر الصيام والخيرات، الآن نقول مهلا رمضان، رمضان تفلت، اعتقت رقبتك أم لا؟ كتبت من الذين قد اعتقت رقبتهم من الجنة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافني واعف عنه، اللهم أكرم يا رب نزله، اللهم وسع عليه مدخله، اللهم اغسله بماء وثلج وبرد، اللهم نور مرقده، يا رب طيب مضجعه، عبد يا رب مشهده، اللهم اجعله من شباب اهل الجنه، اللهم زوجه من الحور العين، اللهم اجعل هذه الليله اسعد لياليه، اللهم صبر اهله، ابيه امه، اخوته احبابه اهله على فراقه يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا العيد الذي حرمته منه عيدا سعيدا عليه في قبره، اللهم اجعله عيدا سعيدا عليه في قبره، اللهم شفع فيه الصلاه، شفع فيه الصيام، اللهم انه كان صائما لك فادخله من باب الريان، ادخله الجنه دار السلام بسلام، بدون حساب ولا سابقه عذاب، اللهم اجعل دخلته دخله خير على كل من معه، اغفر لهم جميعا وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، يا رب وسع مدخلهم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، ونعوذ بك من سوء الخاتمه، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، لا تجعلنا نغادر مكاننا الا وقد غفرت الذنوب، وسترت العيوب، بجود وكرم منك يا علام الغيوب، امين امين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما اخذ، الحمد لله على ما اعطى، ولا نقول الا ما يرضي الله جل وعلا، انا لله وانا اليه راجعون، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي شكر الله سعيكم جميعا. ما صاحبك؟ شفته انت؟ من يومين. هو معاك المدرسة؟ هو معاك المدرسة؟ هو أصغر مني. المدرسة صلحت دي. كان بيجي يلعب معانا كل يوم. لا في المدرسة إيه؟ كان في الأول كان في مدرسة اسمها إيه؟ صلاح الدين، دلوقتي بقى في مدرسة الحديث. لا مش الحديثة بتاع عم نص انت في متابعين متابعات الإجراء في مصر في كل مكان، يعني دول الأصدقاء الطفل حرصوا على الحضور وإن هم يقدروا يتعرفوا على الحضور. دي كانت متابعتنا لحضراتكم من أمام قبر طالب أيمن فتحي، وتوفى بعد مفاجأة.